ديانا منيدي تستضيف دبي قمة الشرق الأوسط السنوية السابعة للموارد البشرية في الفترة ما بين 24 و 28 أكتوبر الحالي. المناقشة قضايا تتعلق بالتوظيف مثل الأساليب الحديثة في إعداد السيرة الذاتية، وتطرق أعمال القمة إلى قضية أساسية وهي البحث عن موظفين عن طريق الإنترنت ممن يتمتعون بخبرة في شركات ذات شهرة عالمية. الزميلة إلهام الكبير والمزيد من التفاصيل. تعقد أعمال قمة الشرق الأوسط للموارد البشرية حتى 28 من أكتوبر الجاري، تناقش خلالها القضايا المتعلقة بالتوظيف. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الأنسب لعقد هذه القمة، فقد أثبتت دراسات أن 62% من الشركات في الدولة تعتمد سياسات موارد بشرية مبتكرة. يحضر القمة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية. منهجيات الموارد البشرية كثيرة جدا في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، في منها تتطبق ونشوفها عرض الواقع سنويا، منها تقييم الأداء، التقييم السنوي، ومنها في مجال التدريب ومجال التوظيف، في منهن يتم تطبيقها بشكل صحيح بناء على أسس وعلى دراسات، وفي منهن يتم تطبيقها فقط للحصول على جواز، منها جواز الجودة أو ما شابه. التطبيق الصحيح يحتاج له إلى خطوات وإلى استراتيجية طويلة لتنفيذها. في بعض المنهجيات بعد اللي أثبتت أنها بعد دراسة أنها ما لها جدوى كبير، وبعضهن نفس ما تقولين من دول غربية ما تنطبق هنا عندنا في دول الخليج. فتطبيق المنهجيات هاي في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط يحتاج إلى دراسة أكثر من المختصين هنا عندنا في الموارد البشرية اللي عندهم خبرات طويلة في هذا المجال. تم تسليط الضوء على مبدأ الجزرة الذي يؤكد على الحاجة إلى قيام الشركات والمؤسسات بالإعراب عن جمل التشجيع وعبارات الثناء البناءة مع تقديم المكافآت المجدية للعاملين، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الأداء وتنفيذ الأعمال على أحسن وجه. مس جاكلين، ما هي التحديات التي تواجه المؤسسات في منطقة الخليج عندما يتعلق الأمر بالإدارة؟ تعتبر هذه الفترة مهمة جدا في المنطقة، ولكن لنكن واقعيين أكثر، فنحن نواجه أزمة اقتصادية عالمية. كما تواجه المنطقة عدة تحديات تجعل من هذه القمة فرصة لعرض هذه التحديات من أجل التوصل إلى حلول تناسب متطلبات المنطقة والمساهمة في تطوير الكفاءات والمؤسسات هنا في المنطقة. تعرض القمة عدة دراسات ونماذج ناجحة لبعض الحالات التي تم اختيارها ومعالجة بعض القضايا في ظل قانون العمل السائد في المنطقة، فضلا عن تقديم محاضرات للمناقشة والدراسة.